إخوتنا أنتم، إنما المؤمنون إخوة. تفضل. أهلاً ومرحباً. الفسطاط دياركم وكلها ديار المسلمين. إن كرم الضيافة لأهل الفسطاط عادة، وأخص ضيافتك يا ابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم كبيرنا لا يغلق بابه قط في وجه فقيه أو غريب أو عابر سبيل، بفضله وعلمه تتسع الحلقة لتستوعب الجميع. الحمد لله، لقد حوى هذا الجامع الكثير من العلماء الكبار الذين نفعوا المسلمين جميعا، فمنهم من رحمه الله وقضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وإن شاء الله لن يبدلوا تبديله. رحم الله شيخ المذهب إمامنا مالك، في حلقته وعلى قوله نحن مجتمعون. رحمه الله، لولاه ما وصلنا صحيح العلم. هذه عادتكم يا أهل الأثر، تخلطون العام بالخاص، وتأخذون بظاهر النص، ولا تعملون العقل في بيان حكمه وتأويله. مرحبا بكم. صحيح العلم والسنن في دين الله لا يمكن لأحد وحده أن يحيطه، لنتفق على ذلك. من أين سنطلب صحيح العلم إن لم يكن من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامنا مالك؟ من أراد الفقه فعليه بأبي حنيفة، ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بالإمام مالك، ومن أراد بالتفسير فعليه بمقاتل ابن سليمان. ومصر مليئة بالعلماء وعلومهم كعلم الليث بن سعد وعبد الله بن وهب رحمهم الله. ولكن كان الإمام مالك رحمه الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجيب إلا بالوحي، فمن الجرأة العظيمة ما نسمع به اليوم من البدع، فهذا يجيب برأي، وهذا باستحسان، وهذا تراه يقيس على ما لا يقاس عليه، وهكذا. لن نفي الإمام مالكا حقه وعظيم فضله بعد أن جمع صحيح العلم في موطئه، فلولا ما جمع مالك وما قال مالك ما تفقه أحد من الناس في مشارق دار الإسلام ومغاربها. كان الإمام مالك يقول إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي، كل ما وافق كتاب الله وسنة نبيه فخذوه، وكل ما لم يوافق فاتركوه. نعم، الموطأ من أصح الكتب التي تقرأ بعد كتاب الله طبعا. ولا ننسى مالك بشر يجتهد فيصيب ويخطئ، ولكنه ليس بمعصوم. معصوم؟ لا لا لا، لم يقل أحد بهذا يا أبا عبد الله، وكأنك تتوسع في تخطئة المعلم والأستاذ. أم أنها منافسة من العلماء إذن؟ في الاختلاف رحمة وسعة للناس في دينهم ودنياهم. ولكن يا إمام، لولا الموطأ ما تفقه أحد عندنا، وما وصل إلينا ما وصل من صحيح الحديث والسنن، وأنت عالم بذلك. نحن نحفظ الموطأ في الصدور مثلما نحفظ قلنسوته في الجامع. موطأ الإمام مالك لا خلاف حوله، أما هذه القلنسوة أين فضلها كي تعلق في المسجد؟ والله لو كان الإمام حياً ما راضي عن ذلك. نؤدي الصلاة ثم نستكمل النقاش في هذا الأمر. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.